السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح جديد على موقع ساتوشي اللي هو تطبيق بالله. طبعا اضغط على داونلود جوجل بلاي حتى تروح للمتجر وتنزل التطبيق. احنا نزلنا التطبيق، احنا يصير لك بهالواجهة هي هذا. تمام، قول له ستارت ايردوب، انا ريجستر، بليز انتر يور ايميل. هذا لا at gmail dot com. تمام، هنا دخلنا للبرنامج مثل ما تشوفون حضراتكم. طبعا اول خطوة نقوم بها هو ستارت اير دروب. خلنا نشوف راح ينطينا. اوكي، يقول لي اختار البلد اللي انت بيه. طبعا العراق نختار. البلد اللي ما موجود، الناس اللي ما موجودة بلدهم، نزل في بي ان وادخل على يونايتد ستيتس او الولايات المتحدة. تمام، كونفورم. اوكي، هاي دخلنا ستار لاين روب فيرفاي، يقول ثبت. تمام، عن طريق بصمة الوجه اثناء استخدام التطبيق. سماح بصمة الوجه، نقول له ستارت. اوكي، هنا انا قال لي تقدر انه تستلم المطلوب من عندك. هذا كلايم راح نضغط يو جيت. اوكي تمام، هذا هنا ينطي. تمام، نضيف المشاريع الموجودة. اول مشروع اللي هو open EX. تمام، نضغط عليه، هذا الخيار الفوق. تمام، successfully. اوكي، هنا اوكي، هذا ضغطنا عليه. تمام، ما شغلنا. هنا أنا راح يقول لنا تيست، هذا العملات تيست قيد التجربة. تمام، بس احنا ايش نسوي؟ نضيفهم، ما عندنا مشكلة. نضيفه انت حتى لو تيست ضيفه، بل كنت أساوي لعل خلال 6 أشهر القادمة أنه تقدر تستفيد من عندهم وينزل، ماكو أي مشكلة، إحنا ما خسران أي شيء. تمام، بصمة الوجه. تمام، نرجع. شفت 4 عملات نزلوا هنا. تمام تمام، هذا تنتظر كل 24 ساعة باليوم، يعني مرة تدخل على البرنامج تنطي لك كلايم حتى شنو انت تفوز بال هاشتاقات. لان انا عندك المسابقات. تمام، كل ما يطلع لك المسابقة هنا راح انشر عنه بالقناة تليجرام. جيد، تمام، هنا تضغط على الريفرالات الخاصة بك، الإحالات. مهم جدا انه تنشر وحتى يجيك إحالات جيدة وتربح من خلاله ان شاء الله بعون الله. انا يقول لك ايش قد عندك من بيتكوين، كور، ايثيريوم، او الصفحة الخاصة بك. شوف بي التطبيق العربي، ما بي تطبيق بس انجليزي. جيد، ما عندنا مشكلة، ننشر عنه. هنا أنا اسعار ينطيك مثل منصة، يعني ما عندنا اي مشكلة. تمام، هنا التيم يقول لك ايش قد عندك التيم، البروجكت. هنا أنا موجود البروجكت، ما عندنا مشكلة، ننتظر لحد ما يدرج المشاريع. تمام، هنا أنا يقول اعطيك 150 هاش فور نيو يوزرز، ضيف 3 من عندك وراح ينطيك 150 كي هاش. تمام،
زي هاش كارد عندك كارد راح تدخل بيه. انا جيفت كارد هدايا راح ينطيك تمام تنشر وينطيك. احبابي وصلنا لنهاية الحلقة، ان شاء الله راقب قناتنا وقناة التليجرام ايضا حتى نستفاد، الكل اريد يستفاد ان شاء الله بعون الله تعالى.